حد قائمة مهمة إنين تلحق بار حالتها المضبوطة يقرب ثمرتها ولا يخليها تفسد عليك اللي أكثر منه اللي أكثر منه يخسر علينا كاملين ولا في فايدة وراك من ذا البلد بس ارتين عبد الارتز مبين واحدة هذا الاعتصام المبارك ينتهي واحدة السوق يفتح حالا الناس ما يهمها يخسر إن شاء الله الثالثة مواطن أجنبي وخاصة من دولتنا أخوتنا الشقاء أهل مالي شاريت لهم شاريت لهم ما ينقال له عر ولا ينقال له صدق نهائيا هذا ما هو مصلحتنا احنا كمويتان ولا هو مصلحتهم هم ولا هو مصلحة حدثهم منهم احنا اولادنا هذو راجي من مولانا نعود للي شايع ما هو حق ولي نعودوا على قيد الحياة دور يباتوا معانا ان شاء الله دور يرقدوا معانا ولا اللي عادوا احكم الله بالحاكم به ودوروا نصلوا عليهم ان شاء الله وسابق المغرب الله اكبر ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى ونعزوا اهلهم ونتعلم